تم الاختيار ايقاف التكلم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكفيف التقني العراقي، تحياتي لكل من يتابع هذا الشرح. اليوم شرحي بسيط جدا. شرحنا اليوم طبعا اندرويد راح يكون. كثير اجهزة حديثة الان تجي بدون زر هوم، مثل يعني كثير اجهزة الان تجي بدون زر هوم، مثل هواوي، مثل LG، مثل هاي الشركات، سوني. تجي بدون زر هوم، يعني يكون زر الشاشة الرئيسية لمسي. انا حابب اوضح معلومة هي قديمة صراحة، بس ما كانت تصير بيدي، لكن اليوم صارت وحبيت ان اشاركها وياكم. شلون نشغل التوك باك؟ شلون نشغل التوك باك يعني بدون احتياجنا المبصر انه يروحنا للاعدادات يمكن توصل كذا. معاي هسه هواوي هونر X6. راح نفتح الجهاز. طبعا انت من تفتحه تدوس الباور هذا اللي بالصفحة، يكون تسحب الشاشة، شاشة القفل تفتحها. كل اجهزة الاندرويد تنفتح نفس الطريقة، انه تسحبها من اليسرى لليمنى بهالطريقة. هاي سمعنا الصوت. طيب شن نسوي حتى نشغل التوك باك؟ هساني ما بيناطق هسه. طيب انا مفعل الخاصية هذه وراح نتعلم شلون نفعلها. انا راح اشغل التوك باك هسه بالطريقة اللي راح اشرح لكم اياها. راح اضل ضاغط على زر الباور. اها سمعت النغمة مع الهواوي. هو بالاعداد يقول لك اما تسمع نغمة او يهتز الجهاز، يعني لازم يسوي لك ايماء. بعدين تظل ضاغط باصبعين اثنين، تخليهم بنص الشاشة، اصبعين اثنين، تظل ضاغط تقريبا، تنتظر شوية. طيب ما تعرف، نعيد المحاولة. اضغط باسم لاسفل من يبدي يحكي. انت لا تشيل ايدك، لا تشيل ايدك الا تسمع النغمه، يقول لك تم تمكين. هسه احنا اشتغل تم عرض نوتيفيكيشنز جهاتي للاتصال، اشتغل التوك باك. طيب هي شنو الخطا اللي صار عندنا؟ هي لازم مباشره من نسمع النغمه لازم نضغط باصبعين مطول بنص الشاشة. طيب شلون نفعل هاي الخاصية؟ راح نروح للإعدادات وثم إلى الأذون، التطبيق، الحساب، البطة، الإعداد، تحديث الإعدادات المتقدمة. لكن أكو مشكلة بهاي شنو هي؟ ما نقدر نطفي التوك باك منها، يعني التوك باك لازم نذهب من الاعدادات واعدادات متقدمه، اللغه، الحماية، الام، الوصول، التوصيل، الطباعه، امكان امكانيه الوصول. طبعا دا تشوفون ان الجهاز سريع، و طبعا هذا جهازي عن نوغا حاليا 7.0. طيب نفعلها من الوصول عبر التسميل، ايما النقره، نص ذود، لم يتم هائل، لم يتم نطق كلمات، لم يتم مؤشر، لم نطق تم مؤشر، لم صوت احد، لم اختصارات تسهيل الوصول، قيد التشغيل. طيب اختصار اختصارات تسهيل الوصول، اختصارات تم التحديد، تم التحديد، مفتاح تحويل، تم الايقاف. هو احنا نلقيها متوقف، احنا نجي عليها ونسويها. تم التشغيل، تم التشغيل، حلو. ما عندنا مساعدة اي اعداد، فقط مساعدة. هو رأسا يقصد انه انت تقصد التوك باك، يعني مو يفعل لك غير خواص. تم مساعدة مساعدة، هنا الشرح مالتها شلون تفعلها.
عند التشغيل هذه الخاصية تستطيع تمكين خصائص تسهيل الوصول بسرعة، وذلك في خطوتين. الخطوة الأولى الضغط مع الاستمرار على زر التشغيل إلى أن تسمع صوتا أو تشعر باهتزاز. الخطوة الثانية المس مع الاستمرار بإصبعين إلى أن تسمع تأكيدا صوتيا. إذا كان هناك أكثر من مستخدم للجهاز فأنه سيتم تمكين استخدام هذا الاختصار على شاشة القفلة مؤقتا إلى أن يتم إلغاء قفل الجهاز. حلو، يعني حتى في شاشة القفل احنا نقدر نسوي هذا الإعداد. هسه أنا راح أعيد الكرة قدامكم، راح أطفي التوك باك منه. توك باك توك باك تم التحقيق. توك باك موافق. أضغط نص الشاشة رجعت للهوم. طيب راح أكررها حتى نختم المقطع. راح أضغط الباور وأخلي أصبعين بنص الشاشة. أضغط بإصبعين لأصل مع الاستمرار لتمكين تسهيل. تم تمكين هي أصلا تشغيل توك باك. أها حلو. شاشة هواوي التطبيق. طيب الفقرات افتر اعداد توك باك توك باك تم التحقيق موافق. إلى هنا وصلنا إلى نهاية شرحنا لليوم، على أمل اللقاء بكم في شروحات أخرى من شروحات الأندرويد أو الويندوز أو الآيفون. تحياتي للجميع وإلى اللقاء.